بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في لقاء جديد من في الموعد. مشاهدينا، ان اساس قيام الحضارات ونهضه المجتمعات هو المعلم، معول البناء، قنديل الضياء ورسول العطاء. هو ذلكم المعلم دائما الذي لا يمل من تعليم الاجيال ونشر العلم، ودائما ما ننهل بمعينه ما يعيننا التواصل في هذه الرحلة وفي هذه الحياة. نلتقي اليوم في الموعد مع المعلم، الأستاذ، المربي، الأب الفاضل والشاعر أيضا والرياضي المطبوع أيضا، يعني كان لاعبا في فترة من فترات حياته، وكثير جدا من المواهب، والشيخ أيضا للعلوم الدينية التي نهلها من خلال رحلة تعليمية طويلة جدا بدأت بميلاده في نهر النيل، وكثير جدا من التسفار والتجوال داخل السودان وخارجه في سبيل العلم ونقله ونهله. سعداء جدا اليوم انه نحاور وينضم الينا في الموعد الشيخ عوض علي اسماعيل الخليفة الشيخ، لنتوقف معه في بعض من لحظات حياته كما ذكرت وننهل منه. الشيخ عوض، اهلا بك وسعيد جدا بك في الموعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن والاه. وأنا أسعد السعداء بلقائكم في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقى فيها الجميع بوجه طلق وحديث يعني يتلقاه الجميع بأريحية. نعم، أهلا بك وسعيدين جدا بك. من مربع واحد شندي ولاية نهر النيل، هناك وفي واحد من التواريخ التي جاءت بعد العام 1900 كانت صرخة ميلادك، وكنت أنت إلى الدنيا، بكل تأكيد نهر النيل وبعد ذلك هذه البيئة أثرت تأثير كبير جدا على حياتك العملية الآن والعلمية أيضا. تأثير البيئة والتربية أيضا، إذا أنك من أسرة دينية ضاربة في التاريخ بالقطينة بالنيل الأبيض، هذه الأسرة أنت حفيد للعلامة الشيخ محمد إسماعيل، تلميذ الشيخ إسماعيل بن عبد الله الكردفاني، وهذا يقودنا لنتحدث عن البيئة، أثر البيئة والتربية أيضا في تكوين شخصيتك إلى أن خرجت إلى الدنيا معلما ومربيا. الإنسان ابن بيئته، والإنسان هو الذي يؤثر على البيئة أكثر من تأثير البيئة على الإنسان. فأنا إنسان عشت في بيئات ثلاث. نعم. عشت في شرق السودان، وولدت بشندي، وأمي من الشرق، وأبي من شندي، وجدي من النيل الأبيض كما ذكرت وتفضل حضرتك الخليفة الشيخ تلميذ إسماعيل الولي. وبرغم أن أمي من طوكر وضعتني بشندي مربع واحد، وأول البيئة كانت بيئة نهر النيل، شربت من النيل ودرست بمدرسة الاستقلال بشندي مدة عامين، الصف الأول والثاني، ثم نقل أبي إلى طوكر، وعايشت البيئة البيجاوية، وهي بيئة حضارية بها أدب وسلوك وأخلاق، واكتسبت من بيئة النيل الأبيض والبيئة بيئة الخلافة الإسماعيلية، باعتبار أن جدي لأبي درس عند إسماعيل الولي. نعم. بالأبيض. نعم. أخذ عنه العلم وتوجه إلى القطينة، وهذه الأسرة الدينية والبيئة التي عايشتها جعلت مني أن أكون معلما وشيخا فقيها في أخريات أيامي لتعليم الكبار، فما زلت معلما وشيخا وفقيها ودعويا أجيد الميراث والفقه،
وهذه البيئة المتواضعة البدوية جعلت مني معلما يحب العلم ويتواضع ويضع يده مع الآخرين لتطوير هذا العلم في السودان. نعم، فكانت إجوال في تدريس معظم العلوم يمكن عدا الإنجليزي، أنت تقريبا تدرس كل المواد الآن. عندما بدأت في معهد التربية كسلة تأهلت لتدريس كل المواد ما عدا اللغة الإنجليزية، وهذه ما يسمى وهذا ما يسمى بالمدارس الأولية. نعم نعم جميل. طيب نحن حنجي في مرحلة الدراسة نعم. الأكاديمية والدراسات أيضا والعلوم الدينية نعم. العلوم التثقيفية الأخرى، أين ومتى وكيف، هذه تساؤلات نعم. نجيب عليها، لكن نبدأ من محطة أم درمان الإسلامية، هذه الجامعة نعم. وفيها كان كلية أصول الدين. نعم نعم، كنت أتوغ إلى العلم، لأن العلم بالعلم يرتفع الرجال، الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون الله لمعرفتهم بالله. نعم. والعلم يرفع قدر الرجال. نحن من الذين نهلنا شيئا عن البروفيسور عبد الله الطيب وفراج الطيب وطيب الأسماء وأساتذتنا في جامعة أم درمان الإسلامية، سليمان محمد أحمد ما يطلق عليه، يطلقون عليه الناس مالك الصغير، هؤلاء الفطاحلة أصحاب الفهم والرأي كان لهم تأثير علينا. ثم التأثير الثاني المكتبات، كنا لا نعرف الشيتات التي يعرفونها أبناءنا الآن، أن هذا الشيت عبارة عن ورقات أو مطوية تحتوي على بعض المعلومات يأخذها ويستوعبها الطالب، ثم بعد ذلك تنسى وتلغى في الأضابير أو تلغى حتى في مواضع يعني ليست بالمواضع التي تستحقها. وأما نحن فقد نهلنا عن هؤلاء الأكفاء الكبار، ونهلنا من هذه المكتبات، وكان همنا القراءة والعلم وشيء من هذا القبيل. نعم، ماذا تستصحب لنا من الذكريات معهم، من القصص والحكاوي معهم؟ هؤلاء أفذاذ يعني رجال نتوق كلنا لنرى لنتخيل حتى كيف كانوا يدرسونكم، كيف كانوا يلقنونكم العلم والرسائل العلمية المهمة. جامعة أم درمان الإسلامية قد دخلتها وأنا جاوزت 40، وكنت أتوغ إلى العلم، وعندما كنت معلما كنت معلما صداميا، ولذا كنت أنقل من منطقة إلى منطقة. فتخيل أنني نقلت من مدينة طوكر إلى منطقة اسمها عدوبنا، ومن عدوبنا إلى طوكر، ومن طوكر إلى جنوب السودان، فكانت الرحلة تعادل 21 يوما. كنت أكل مع البحارة إلى أن بلغت منطقة بور اللي هي منطقة جونجرن. أيوة، وهذا كله كان في مرحلة معهد التربية كسلة والمؤهل الدبلوم الذي أخذناه عن المعهد اللي هو تأهيل بخت الرضا، وليتها تعود الآن، لو عادت المعاهد ستعود المناهج كما كانت حسنة وكانت قوية. فالحقيقة هؤلاء الأكابر كنا نسمع عنهم من خلال زي ما تقول القنوات، ما نكون القنوات حديثة كهذه، ونضع الراديو نسمع إلى البروفيسور عبد الله الطيب سير وأخبار، نستمع إليه تفسير القرآن باللغة السودانية الدارجة مع شيخنا صديق أحمد حمدون، نقرأ في مكتبة جامعة أم درمان ومكتبة إسماعيل الأزهري وهذه المكتبات، ونقتني الكتب. يعني احنا كنا في المتوسطة نقرأ للعقاد العبقريات، عبقرية علي وعبقرية عثمان وعبقرية أبو بكر وعبقرية عمر، حتى كنا ننتقد مع هؤلاء الكبار بروف عبد الله الطيب وغيرهم، نسمع عنهم سير وأخبار ينتقدون مثلا عبقرية محمد، إن محمد لم يكن عبقريا، إنما كان نبيا مرسل، إن هو إلا وحي يوحى، ربنا علمه شديد القوة، تعلم وأنزل القرآن على قلبه، فما هي العبقرية
العبقرية قد تنزل بفهم برأي بذكاء بكذا، ولكن كنا ننتقد، كنا نقرأ لطه حسين الأيام، ونقرأ لكثير من المؤلفين كدكتور عبد الله الطيب وغيره من أصداء النيل، ونقرأ له موازين الشعر العربي سلام. ونستمع إليه من على البعد وهو يفسر هذا القرآن باللغة السودانية الدارجة السلسة، يعني كنا نستمع لها وكنا نتوغ إليهم، لم نبلغ شأوا حتى ندركهم، ولكن عندما نستمع إليهم نحس بأننا أمام الكبار. ليت هذه الأيام تعود. نعم، نقرأ لنفهم أم نقرأ ونحفظ ونفهم؟ هذه جدلية الآن يعني، وكل يرمي في هذا المجال شيخ عوض. نعم. إن والله يا أخي الآن المنهج وطلابنا يحفظون لا يفهمون. نعم. الآن المناهج الموجودة تحفظ. سنأتي للمناهج، لكن الآن ما بين الحفظ والفهم، أيحفظ الطالب ومن ثم يفهم أم يفهم؟ هل يحتاج للحفظ أم لا يحتاج للحفظ أصلا؟ نعم، يقول لك من حفظ المتون حاز الفنون. حاز الفنون، نعم. أيوه، يعني الليلة اليوم نحن إذا أردنا مثلا أن نقرأ مثلا ألفية ابن مالك، هي ألف بيت من الشعر تحتوي على النحو كله، كلامنا لفظ مفيد كالصديم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحدة كلمة والغول عام وكلمة بها كلام غد يؤم، هكذا. لا، من نجي مثلا حفظ المتون جزء من الفنون، فمن حفظ المتون حاز الفنون. أما الحفظ بغير فهم وبغير دراية فهي تعتبر قراءة لا تفيد كثيرا، لأن الحفظ قد ينسى، وآفة الإنسان النسيان، ولكن تحفظ كل شيء وتدرك، ثم بعد ذلك إيه تفهم. مع الحفظ يأتي الفهم، وإذا أتى الفهم والإدراك يبلغ هذا. وزي ما أنت كما يقال أنه يعني الإنسان إذا أراد أن يحيي علما فعليه أن يدرسه، مثلا الميراث، كلا الميراث عندك مثلا يعني رحبية، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي جهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وهكذا. إن لم تحفظ هذه المتون لا تستطيع أن تأتي بالفنون. فالحفظ ثم فهم وإدراك ثم تبليغ هذا الفهم للتلاميذ، والعلم يزيد بالإنفاق، والمال يأخذه يد الصراغ، فكل ما أنفقت هذا العلم علمك يزيد. ولذلك حفظ المتون من حفظ المتون حاز الفنون. حاز الفنون، أيوه. فالحفظ مهم، أيوه. ويقال انه يعني افضل الحفظ زي بروفيسور عبد الله الطيب، نحن نسمع ذلك من تلاميذه اللي هم امد الله في ايامه، بروفيسور صديق مصطفى ريح، احد الفطاحله، ودرست معه في مدرسته المجمع العلمي، تناول كتابي هذا وقال هذا يذكرني بلغه الاقدمين، هو احد تلامذه البروفيسور عبد الله الطيب. والكتاب هذا وقع في يد كثير من دكاترة وأساتذة الجامعات، فأثنوا عليه ثناء عاطرا، وهو الآن يعتبر مرجع، هذا الكتاب يعتبر مرجع في الميراث، وأنا أطلق على نفسي الفرضي ويطلقون عليه الفرضي. الفرضي هو من أجاد فهم الميراث، أيوه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. كتابك هذا نحكي عن المنهل في علم المواريث والوصية، هذه الدراسة التطبيقية التحليلية الاستقرائية أيضا. نعم نعم. طيب، نواصل الحديث عن هذا المؤلف. نحن كنا عاوزين نجي على باب المؤلفات شوية، لكن نتحدث عنه يعني خير إن شاء الله. هذا كتاب من الله به عليه، وإذا بدأت أتصفحه من الدفة الأولى إلى آخر الدفة قد تبلغ 326 صفحة، وبه 523 مسألة في الميراث.
هذا الكتاب من الله به علي بعد أن درست في جامعة أم درمان الإسلامية وتخرجت فيها، وكان أستاذي فيها مالك الصغير سليمان محمد أحمد، ودرسته عند فقهاء اليمن هذا الميراث، وألفته في الظل، أجلس في الشارع في ظل بارد وأحمل دواتي وقلمي إلى أن من الله علي بهذا الكتاب. هذا الكتاب الآن يعتبر، أنا ما أقول يعني إعجاز علمي، لكن كل من وقع في يده من العلماء أثنى علي وصار يشير إلي بالبنى. هذا الكتاب تأليف غالي جدا، يعني اطلع عليه الدكتور مرغني مراد، الدكتور إسحاق، الدكتور الطاهر حسن الفكي، الدكتور الشريف عبد الكريم، الدكتور كثير من أساتذة، وهو الآن في المكتبة في الدار السودانية، ويوجد أيضا في مكتبة دار أفريقيا جامعة أفريقيا. عندما ذهبت مرة لابن عمي أستاذ في هذه الجامعة دكتور بشر، وجدت طلبة جامعة أفريقيا يلتفون حول هذا الكتاب، فهم يقرؤون كثيرا، يعني أكثر قراءة، ولا يعملون بالشيتات إلا قليلا. أيوة. هذا الكتاب يعني يعتبر موسوعة من الله بها علي. أيوة. نعم. أيوة. واحد من المؤلفات، سنأتي لنتحدث عن مؤلفات أخرى لاحقا إن شاء الله. نعم. لكن أنت التحقت بالتدريس ل 25 عاما أو ما يزيد في مرحلة. نعم. الأساس. نعم. مدرسا كما ذكرنا مسبقا في هذه الحلقة. نعم. في كل المواد حسب نهلت أنت من المعهد. نعم. يمكن من المعاهد المختلفة، مدارس مختلفة، مواقع مختلفة، عدد من الولايات، البحر الأحمر، كسلا، الخرطوم، إلى جنوب السودان أيضا ذكرت، يعني هذه خبرات، معارف، علوم، وأشياء كثيرة جدا تأتينا لنتحدث عن المنهج الأكاديمي وعن النشاط التربوي أيضا ودورهما في ترسيخ العلم للطالب. نعم. أولا، كل ما جاءت ثورة أو جاء انقلاب بدأ الناس ينظرون إلى تغيير المناهج، وهذه من الأخطاء المرتكبة. المنهج لا يغير نهائيا، ولكن يمكن أن ينقح ويزاد فيه شيئا يطور هذا المنهج حتى تنهض الأمة، لأن للأمة يعني ايه حاضر ومستقبل وتاريخ قديم. الذي ينسى تاريخه لا يعرف حاضره ولا مستقبله. فإذا أشاروا إلي القراي وغيره من الذين يضعون المناهج، لأنني بذلت في هذه المناهج تدريسا قرابة نصف قرن، 53 سنة، لأشرت إليهم بأن هذه المناهج لا بد من أن نبدأ بالمنهج الذي بدأ به السودانيون بعد الاستغلال، لأنهم كانوا فطاحلة. دكتور مندور المهدي، الدكتور أحمد الطيب عبد الحفيظ، بروفيسور عبد الله الطيب، طيب الأسماء، أساتذتنا في معاهد التربية في الشندي وبخترودة والدلنج، هؤلاء كانوا فطاحلة. هذه المناهج إنما وضعت بعد تجربة. يمكث الطالب كطالب معلم عامين كاملين، عام يدرس فيه الأكاديميات وعام يدرس فيه التربية، ويتابع المعلم، يتابع. الآن المعلم، أنا أذكر مدير بتاع مدرسة جمع المعلمين قال لهم أنتوا والله كان دايرين معلمين، أنا بمشي مبلغ قلابين أجيبهم لكم في المدرسة دي. كأنما المعلم طلبة يمارس هذا العمل. المعلم معلم تربوي. الشاعر قال إيه؟ قال قم للمعلم وفيه التبجيل، حتى قالوا إذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلة، وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليلة، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأغم عليهم مأتما وعويلا. هذا هو المعلم. المعلم أب والتربوي، يصلى على الجنازة، يحل المشبوكة، يعمل العقد، يزاور الناس،
المعلم، المعلم في كنتين يبيع للناس ويعامل الناس، المعلم يلجأ إليه في كل شيء. عندما خرجونا من معاهد التربية كان أساتذتنا يقولون لنا إنك إذا سرت في الشارع أعلم بأن هناك من يصيح خلفك يا معلم. ولذلك لابد أن تسير إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني تسير بتؤدة وأخلاق وسلوك. أنت معلم ما تحمل لك سيارة، معلم ما تدخل المدرسة بصفة تنباك، معلم تأتي مبكرا حتى لا تطالب الطالب بأنه جاء متأخرا وأنت تأتي بعد الطالب وتحاسبه على التأخير. معلم، أنا أذكر أحمد الدكتور أحمد الطيب عبد الحفيظ وجد معلما في طور التدريب في مقهى من المقاهي يحمل سيارة، تحت السيارة، فعندما رأى وهو معه علامات المدرسة، عندما رآه يحمل ذلك قال أقبل يا صلاح، ناداه فجاء صلاح اركب، فدخل علينا في المعهد واستدعى أسرة التعليم وقال أدوا تصريح الود يسافر طوالي، لا يصلح أن يكون معلما لأنني وجدته في موضع لا يجوز لمعلم أن يجلس فيه. ها، فصل هذا الطالب، ادخلت أيدي كبيرة من آبائنا الكبار السيد محمد عثمان المرغني الآن حي، السيد الحسن بتاع كسل لإعادة هذا، ورجل من الاتحاد الديمقراطي وختمي، لكن قال لهم أنا يهمني التعليم، هذا لا يصلح عندي معلم، ففصله عن المدرسة. الآن من الذي يقود التعليم؟ التعليم يا أحباب لا يغير، أنا رسالتي دي للقراي أقول لهم ما تغير لنا المنهج بهذه الصورة، تعالوا بالمنهج وجيب التربويين ما بقي منهم وابدأوا في تنقيح هذا المنهج. نعم. حتى يصلح لأولادنا عشان نقيم بكرة شنو؟ نقيم تعليم يرفع قدر هذا السودان، نحن تأخرنا، ما يزال السودان في ذيل الغافلة. حنواصل في هذه النقطة تحديدا. نعم. وكثير من المحاور إن شاء الله. استأذنك أولا وكل مشاهدينا فاصل ونعود لنتواصل في الموعد. أهلا من جديد في الموعد يمضي ونتواصل معكم مشاهدينا مع ضيفي المعلم والشاعر والأستاذ الشيخ عوض علي إسماعيل الخليفة الشيخ. أهلا بك من جديد، سعداء أن نمضي معك عبر هذه الرحلة وعبر في الموعد، وكنت تقول أجمل وأنا الحديث. أسعد بهذا الموعد ونحن أكثر سعادة وشرفا أيضا، سعادة وشرف كبيرين في حضرتك كواحد من المعلمين الأفذاذ لهذه السنوات الطويلة التي قضيتها وأنت ترسل هذه الرسالة العلمية وهذه الرسائل التعليمية الكبيرة، وكنت تقول أجمل الحديث في حق كل معلم علينا أن نوقره ونحترمه، وكنت ترسل أيضا في بريد المعلمين عدد من الرسائل المهمة بأنكم كيف تعلمتم وكيف كنتم كمعلمين في مراحل مختلفة. نعم، أولا شوقي رحمه الله ليس بالمعلم، فقال قصيدة في المعلم، قال قل للمعلم، قم للمعلم وفيه التبجيلا، قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالغلم القرون الأولى. قال قصيدته في المعلم وهو ليس بالمعلم. نعم. فجاء إبراهيم طوغان وهو معلم فلسطيني، قال شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفيه التبجيلا، لو أمضى شوقي في التعلم ساعة لغضى الحياة جهالة وخمولة، مئة على مئة إذ هي صححت وجد العمى نحو العيون
سبيلا، وأكاد أبعث سببيه من البلا، وهل الغرون الأولى فأجد حمارا قد رفع المضاف إليه والمفعولة. هذه الأبيات قد تبدو تشاؤما، ولكن أبراهيم طوغان وهو يعاني النكسة ويعاني ما يعاني كمعلم، والمعلم في فلسطين يعاني إلى يومنا هذا، ولذلك جاء بهذه الأغوال وينتقد شوقي. ولكن ما قاله شوقي كان أسمى وأعلى وأغيم مما قاله طوغان المعلم. نعم، في حقيقة الأمر المعلم كنز، المعلم أب، المعلم عطاء وشمعة تحترق، يحترق ليضيء للآخرين. ما وجدت مهنة أعظم من مهنة المعلم. أحكي لك كدوري كمعلم، يعني كاد أن يعني يقضي على الزمان ولم يقضي الزمان عليه، مدة 53 عاما ما زلت أعطي، والآن أنا معلم وأدي ما علي. أتمنى لك دوام الصحة والعافية إن شاء الله، حفظك الله لطلابك. فالمعلم في حقيقة الأمر يحصد حصاده بعد أمد كثير أو زمان طويل. جيت وأنا مريض إلى مستشفى في الخرطوم، فوجدت طالبتي وهي منتقبة لا أعرفها، فوقفت ورددت قم للمعلم وفيه التبجيلة، وكتبت إليه روشتة وحملتها إلى الصيدلية لتدفعها، فأقسمت عليها وسألتها من أنت؟ قالت أنا تلميذتك أمنية، تخرجت على يديك في مدرسة بيضاب الثانوية الخاصة، والآن أنا طبيبة في هذا المكان. وأثنت ثناء عاطرا، وحملت روشتة وذهبت إلى الصيدلية، فإذا بطالبتي مروة تعمل لي ديسكاون نصف الدواء. فالمعلم مكرم، والله أصدقك القول، عندما تحركت من الصيدلية إلى بيتي وقف صاحب ركشة وبين لي أنه أحد طلابي الذي درسته في الثانوي، هو الآن في جامعة من الجامعات ولكن يعمل، وحملني بالركشة إلى منزلي. يا سلام، شوف الكلام ده، يعني المسألة الوفاء لمن قدم العطاء معلما، الوفاء لمن قدم العطاء معلما، ولذلك أحب التعليم وأحب أهله. نعم، فكانت هذه الرحلة خارج السودان في مسيرتك، انتدابك للعمل بالتدريس باليمن. حدثنا عن هذه الفكرة أصلا، الانتداب وأثره الاجتماعي والمادي بالنسبة للمعلم أيضا. المعلم السوداني لا يشق له غبار، فهما ورأيا وتربية وسمعة حسنة. نعم، اختارنا الرئيس نميري عدد 360 معلما وبعثنا إلى اليمن، وجينا بعد البعثات المصرية وأحدثوا طفرة علمية في اليمن. فالمعلم لأنه مدرب على الذهاب في مناطق الشدة، فكانت اليمن كلها شدة، ولذلك الجامعة الوحيدة التي كان يديرها المقالحي صارت جامعات في اليمن. نسأل الله أن يرد غربتهم وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه في تلك الأيام التي يقال فيها الإيمان يماني والحكمة يمانية. نعم، أشرنا إلى موضوع المؤلفات العلمية والمكتوبة أيضا، كتاب المنهل في علم المواريث والوصية، وقد تحدثنا عنه عن فكرته وتأليفه، وكانت هناك إشارات منك في علم الميراث وعدد من المؤلفات. والكتاب الآن كما ذكرت أنت أصبح مرجع في المكتبات الجامعية، مثل جامعة أفريقيا كما ذكرت، النيلين وكلية إقراء، ومرجع للأساتذة والطلاب وهو موجود. أيضا هناك كتاب تحت الطبع الآن بعنوان الحقوق طريقنا إلى الجنة. أيوة، حدثنا عنه. الحقوق طريقنا إلى الجنة ضمنته 15 حقا،
بدأت بحق الله، حق الرسول، حق الوالدين، حق الزوجة، حق العلماء، حق الطريق، حق الجار، يعني ضمنته 15 حقا. ولذلك قلت فيه وسميته الحقوق طريقنا إلى الجنة. كنت أطلق عليه الحقوق طريق إلى الجنة، فقال لي الدكتور صديق قل الحقوق طريقنا إلى الجنة، لهذه أشمل نا إلى الجنة. نسأل نعم. الله أن نكون من أهل الجنة. نسأل الله. أيضا هناك ثالث عنوانه القول المفيد عن القول الصلاة. المفيد عن الصلاة بالتحديد. نعم. هذه الصلاة فرضت من فوق 7 سماوات، وأخذها الحبيب المصطفى قولا من الله سبحانه وتعالى، وكانت 50 صلاة، فتخفضت إلى 5 صلوات بإشارة من سيدنا موسى، وأجر 5 بـ50. أنا الآن أبلغ في 18 مسجدا الفقه، سواء كان فقه مالكية شافعية، بالدليل وجدت أكثر الناس لا يحسنون أمر هذه الصلاة، صلاة لا تعرف أركانها ولا سننها ولا مستحباتها ولا شروطها، فكيف تكون الصلاة؟ الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أركانها تكبيرة الإحرام القيام لها، قراءة الفاتح القيام لها، الركوع الرفع منه، السجود الجلوس بين السجدتين، الجلوس بغدر السلام، الجلوس بغدر التشهد، التشهد الأخير، والصلاة على النبي فيه التسليم الأولى والتسليم الثاني. من جهل ذلك لا يعرف الصلاة. يعني ليلة أنت دا ترخص لك عربية لمن يمتحنوك في فرامله وحركاته ومشيها وزيته ومنزيله وكذا. هذه الصلاة أنا أحس بأن الذي يقف أمام الله سبحانه وتعالى لا بد له أن يعرف هذه الأشياء قلبا وقالبا. أما الله أكبر الله أكبر الله سلام عشان علاته وقام فات. تقول له أركان الصلاة، يقول لك يا أخي أنت قاعد تستفزني. يا أخي أنا بستفزك كيف؟ أركان الصلاة. أنا سئلت من شيوخي في اليمن، سألني الشيخ حيدر، قال لي أنت لا تحسن هذه الصلاة، بمن اقتديت؟ قلت له اقتديت بنفسي. قال لي قول اقتديت برسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. سألنا عن الأركان والسنن والمستحبات، ما عرفت بعد. وأنا معلم، جالست العلماء إلى أن قريت السفينة وأبي شجاع والزبد والمنهاج، ومن قرأ المنهاج هاج، وقرأت فقه المالكية إلى أن بلغت شأوا في ذلك، وليس هناك خلاف بين مالك والشافعي، والشيخ لابد أن يدور به الدليل. لا تتعصب تقول أنا مالكيا، ولا تتعصب تقول أنا شافعيا. الدين لم يأتي بالتعصب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، خذ من هذا وخذ من هذا، وعليك أن تدور بالدليل. نعم. قادنا إلى هذا حديث عن هذا المؤلف القول المفيد عن الصلاة بالتحديد. نعم. وده أجاز لي هناي ده دكتور صديق، قال لي هذا اسمي يعني منقطع النظير، هلما يرى، قال لي. نعم. نريد أيضا أن نتلف إلى كتابة الشعر. نعم. ماذا عن الشعر؟ والشعر الشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمن. أقول لك الشاعر الفذ بين الناس أستاذ. بين الناس أستاذ، جزاك الله خير. والحبيب المصطفى بيقول إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان للسحرة. الشعر، والشاعر حسان على العلم قال تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا التفت عليه الجحافل. ماذا كتبت
ومتى بدأت هذه الموهبة؟ والله بدأت هذه الموهبة عام 1969، وكتبت شعرا اسمه بين الضلوع والحنايا، ولم أطبعه لأن الله أبدلني بالفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن لا بد من الشعر لأن فيه حكم. إذن ماذا ستهدينا وماذا ستقرأ لنا؟ والله أقول كلمتين بالدارج، واحدة باللغة العربية. فتاة كانت بمدينة الشندي لا تتجاوز 13 عاما، ربما أعدها من طالباتي، كانت تخيط المناديل وتبعث بها إلى محطة شندي وتبيعها وتأتي بضروريات البيت تعين والدها الفقير. فعجبت من هذه الطالبة واسمها عائشة، قلت ذات منديل صغيرة أنت بالحق أميرة، تنسي طول النهار شل من غطن الجزيرة، بعد كد يا صغيرة، بعد ساعات مريرة، بعد وخذ في يديك، بعد عقد للحريرة، عاد منديلك يشرى، عدت من بعد المسيرة، تلبسين من الغناعة ملء عينيك الغريرة، فلتنامي يا صغيرة، أنت ما زلت أميرة. يا سلام. هذه ذات منديل صغيرة. وأيضا من الدارج، يعني كنت معلما في جنوب السودان، وأتيت إلى مدينة الرنك فسرغ مني حصيلة العام، بعدين يعني قلت فيها كلمات لأن المعلم وقف معي. هذه الكلمات يعني فيها وقفة للمعلم لأنه اتبرع، أيوه اتبرع كثير، اتبرع بالمال الكثير. والفقه أنساني، أنساني الشعر، ولكن يعني أيوه سبحان الله، يعني هناك الكثير دائما. ايوه ان شاء الله اذكره بعد قليل ان شاء الله. لان الفقه انساني، انا الان اكتب عن الفقه كثيرا وادرس الفقه، ولذا انسيته زي ما يقول هذا الشعر، انسيته. ايوه نعم. عديد من السفر كان لي مقدر، وانه امشي في الطريق ملان شوك، السفر كان لي مقدر، وانه امشي في طريق ملان شوك، دابوا المروق واللص حدر قطع الطروق، يا ربي ده المقصود حصل، ما لي حيلة ولا عمل، أقول شنو أقول منو، ما شفت غير إيدا تقول ما لها طول، ما لها غير تسرق تجول وتبني دور مليانة جور على حساب اللص. بيجاوبني قال لي شال طبعا التسريح وكذا، قال لي على حساب الناس نعيش ونملى فيش، ومرحبا بك يا سجن، ما بحل لأني جن، 70 جنيه 70 جنيه من غير تعب يا للعجب، امسك عليها باليدين واخذ منها جزمتين، جلباب طويل وسروال طويل، والريحه تبقى بالفتيل، والحصل لو كان حصل محتال انا، والحصل لو كان حصل كل سنه محتال انا. ايوه الناس تبقى لينا حمير، تدينا من حب الشعير، وعوض يقول ما عندي قول، يا رب تلهمنا الصبر بعد الأمر، وتجبر الخاطر الكثير، وتدي الناس حب الضمير، ما يكون فيهم لعين، قلت مناي أنا وكل الهنا، وتخشى المعلم بالسنة، تخشى المعلم بالسنة، عليه نور وتاج ظهور، وقف معاي يوم غدرت اللص اللعين، كان معين اتبرع بالمال الكثير، ضرب مساء صاحب ضمير، أهدي الحنان ستات الحنان، بنوتنا غاليات المثال، معلمات متفهمات، للذوق حصل مجليات، والله السلام للآنسات فاطنة وبتول، ليهن أجر من الرسول، حوا كم ضربت مثل وبنت أمل، أم البشر ليها القبول، زينوبة يا ست البنات، نهديك حناننا وأمنيات، نهديها ليك طول العمر، والليلة ديك يا ستنا، أمونا سمعت ما بينا، اتكلمت اتبرعت، الله شكيته للقوي، كيف انسطى كيف انسرق، والمال عرق جزاه يا رب الغرق، اتبرعوا نعم. لي المعلمين بمبلغ من المال. نعم نكمل ما تبقى. ايوه هذا الشعر انقطع بيني انقطعت بيني وبينه الاواصر،
وليست أواصر المودة. وانقطع بيننا الآن وبين من يتابعنا زمن هذا اللقاء. أقول لك في الختام شكرا جميلا لحضورك بيننا. أيوة، تحيتي لأهلي الأشراف في القطينة وشندي وأحبابي وتلاميذي، وأشكر هذه القناة ومؤسسيها والقائمين بها. نعم. وأسأل الله أن يطور السودان ويرحم السودان ويجمع على السودان في كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا جميلا لحضورك. سرور الليل، نحن مسرورين بك كثير والله أكثر وبهذه الضحكات. تحية لكل معلم ولكل مربي. كان معنا الشيخ الوالد والمعلم والمربي والأستاذ عوض علي إسماعيل الخليفة. الشيخ سعيد جدا بالدردشة معه والحوار معه، وحاولنا أنه ننهل بما عنده الكثير. هذا جزء بسيط جدا من هذه السيرة الطويلة والمسيرة في حياتي. شكرا لكم مشاهدينا ومشاهدي في الموعد للمتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل لهذا اليوم، مع السلامة.